أنا اليوم في هما ماركت لنشر الوعي عن يوم الأغذية العالمي. الحملة تبع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وفيها معلومات وايد مهمة لازم نعرفها، إن في ناس قاعدة يعني سبب الوفاة قاعد يصير بسبب السمنة أكثر من سبب الجوع، وهذه لأن النمط الغذاء خاطئ جدا. فخلنا نشوف شلون نقدر نسوي تغييرات صحية. في ناس وايد نظامها الغذائي ناقص من ناحية البذور. البذور مصدر مهم للألياف، وبعضها مصدر مهم للبروتين مثل الكينوا، وعندكم الشيا والكتان، تفيد في الصحة وتفيد في التعامل مع الأمراض المزمنة. فكل هذه البذور، وعندكم أيضا الكركم، عندكم يعني البهارات بشكل عام الصحية اللي ممكن تستخدم بطريقة استخدام بسيط وآمن، كل هذه الأعشاب لها فوائد، وإذا استخدمناها بطريقة صح، مو بطريقة عشوائية ولا بطريقة بس من الواتساب ونستخدم طريقة غير صحيحة، يعني الاستخدام الصحيح راح يفيدنا وايد. طبعا المكسرات أيضا كلنا نعرف المكسرات فوائدها وشلون نقدر نضيفها إلى نظامنا الغذائي. تناول المكسرات يساعدنا على التغلب على الرغبة بتناول السكريات، خصوصا مثلا على سبيل المثال شوكولات. احنا ليش يصير في خاطرنا ناخذ شوكولات؟ الجسم يكون محتاج لدهون ومحتاج لسكريات، اوكي؟ فالدهون احنا نحصلها من المكسرات، والسكريات نحصلها من وين؟ أنصحكم بالفواكه المجففة. هني نأخذنا أشياء صحية وأشياء طبيعية، استغنينا عن الأشياء الحلويات المصنعة. يساعدنا أن إحنا نحصل النكهة سويت، وفي نفس الوقت الجسم يكتفي من السكريات الصحية، ومعها المكسرات بيكون استفدنا، يعني عطينا الجسم فايدته من الدهون الصحية والسكريات الصحية، فهذه يغنينا عن الرغبة في تناول السكريات الغير صحية. حطوا بالكم ان الفواكه المجففة اللي تاخذونها حاسبوا ان ما يكون فيها الشكر، لما تجفف تصير وايد خطرة حق مرضى السكري، انتبهوا من هذا الشيء. الفواكه مشكلتها اذا تجففت يصير السكر فيها مركز اكثر، فاغلب الاماكن الفواكه المجففه اللي تبيعها تكون بعد مضاف لها شكر، تخيلوا هو يصير السكر مركز اكثر على ما في البروسيس الطبيعي مال تجفيف الفاكهه، يركز السكر في القطع اللي بتاكلونها، وتخيلوا انه بعد يضيفون عليها سكر زياده. المجففة من غير سكر، وخلنا نجرب عشان نتأكد يبين طعمها اللي مع سكر. هذي شكله فان، هاي تفاح. نعم ما شاء الله، it's nice crush بعد. ايه عجبني، ايه اوريدي طعمه وايد حلو، يعني ما ادري ليش يضيفون عليه سكر، يصير جريمة، يصير يعني اتوقع حق الاطفال ممكن عشان نشجعهم ممكن ناخذ لهم اللي فيها سكر. انا وايد احب بعد هاي، بس مع ان اجرام يصير وايد مرتفع نسبة السكر، بس الاطفال عموما يتحركون and they need that kind of energy، بس ما نشجع انه خصوصا لأهل هالايام عندهم سمنة عالية، بس على اساس هم انه يكون بديل عن الحلويات المصنعة، على الاقل فواكه مضاف لها سكر، يعني تحببهم اكثر فيها، وشوي شوي بعدين يروحون حق الفواكه الطبيعية. شوفوا البرتقال فان شكله يشجع، وانا ترايه it's nice. اكيد ما في شكر. انا كنت اسأل اكيد ما في شكر، لان طعمه لذيذ الفواكه المجففة already تصير وايد سكرية وايد لذيذة. سلوم المشمش صارت عليه قصة عودة في
هذه قنوات التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت بشكل عام انه هو مفيد في علاج مرض السرطان، ولكن انا انصح الناس ان هم يضيفونه لنظامهم الغذائي قبل ان الواحد يعني بعيد الشر عنكم يصيد المرض. طبعا المحل وايد في الزوايا واشياء تكتشفونها، هني الاعشاب، شاي الاعشاب انواع واشكال، وفي هدايا حلوه يعني اتي بهالطريقه بوكسات. انا عجبني هاي الست كامل حق هيلثي تي، في خليط حلو من الاشياء اللي احبها، الكركديه والملسة وغيره. ف حياكم الله، المحل في سلمى باد، وفي مفاجأة حلوة حق متابعيني اللي بي المحل بيشتري بعشر دينار بيحصل كوبون فحص من مستشفى الهلال. حياكم الله، وإن شاء الله تكون حياتكم كلها صحية وعساكم صحة وعافية دائماً.